بعد سنة كان فيها الحضور افتراضيا وسنة أخرى كان فيها الحضور مقيدا والسبب جائحة كورونا، اليوم المعرض الدولي للكتاب في فرانكفورت وهو أكبر معرض للكتاب في العالم يعود من جديد. أسباب ضعف وتوزيع أو تلقي الكتاب العربي من قبل الجاليات العربية من مثلاً الأسعار الباهظة لإنتاج الكتاب، ومنها عدم وجود جمعيات منظمة في أنحاء ألمانيا تهتم بثقافة الجالية العربية، يعني ما في جمعيات مثل ما أو أماكن مؤسسية زي ما معهد العالم العربي لانستيتيو دو موند غاف في باريس، كأنها هي مكة للتعريف بالكتاب العربي والثقافة العربية. هنا في ألمانيا لا يوجد هذا الشيء. ربما بعض الأجنحة قليلة مقارنة ببعض الدول، ولكن تواجد النشر العربي فيه ناشرين كثيرين عرب موجودين وبيعملوا لقاءاتهم واجتماعاتهم من خلال مقر اتحاد النشر العربي. نحن صدرنا أكثر عن 1400 كتاب عربي إلى لغات مختلفة، مختلف لغات العالم، من خلال منحة الترجمة التي نرعاها في معرض الشارقة دول الكتاب. هذه المنحة التي تدعم بيع وشراء حقوق الكتاب العربي إلى أي لغة في العالم، ومن أي لغة في العالم إلى اللغة العربية. نحن نرعى الحقوق التجارية، نؤمن أن الكتاب له سوق تجاري، ولكن نؤمن بالمضمون الثقافي، ونؤمن أن لغة الضاد التي تشمل أكثر عن 12 مليون و 300 ألف كلمة لها الحق في الانتشار في العالم. التركيز هنا في المعرض كبير جداً على الترجمة باعتبارها أداة للتلاقي الثقافي، كما هناك تركيز أكبر على تطور الواقع في المجال التكنولوجي وخصوصاً الكتب الصوتية. لكن ما محل العرب من كل هذا؟ نحن نشارك أيضاً بمشروع كلمة للترجمة، هذا مشروع ريادي ومهم، ولقد أسس لسد النقص في المكتبة العربية وتقديم خيارات متنوعة للقارئ العربي، كما أننا هنا أيضا نشارك متحف اللوفر أبوظبي، وتشارك جائزة الشيخ زايد للكتاب، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب.